لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام ردنا إليك ردا جميلا حميدا عاجلا غير آجل اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين اللهم انصر به دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين وعدوان المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.